لابد أنك تفضلين اقتناء أحمر شفاه يدوم طويلاً وماسكارا تقاوم الماء، لكن هل فكرت يوماً في سر هذه المواصفات المميزة؟ الإجابة قد لا تسرك كثيراً، ببساطة لأنها جميعها تحتوي على مادة كيميائية اصطناعية تدعى PFAS، تتكون من سلسلة من ذرات الكربون والفلور المرتبطة التي لا تتحلل في البيئة، تستخدم لجعل المنتج مقاوماً للماء والالتصاق. نالت إعجاب المستخدمين طيلة عقود، غير أنها باتت الآن في مرمى سهام النقد لما قد تسببه من مخاطر. هذه الشركات وفق تقرير لبي بي سي نيوز، يوربين ديكاي، ريفولوشن، أنجلوت ولوريال تستخدم نسباً مهمة من المادة الكيميائية الأبدية في منتجاتها، خاصة في الماسكارا ظلال العيون وكريم الأساس. رغم ارتباط اسمها بمخاوف صحية خطيرة، منها خطر الإصابة بمرض السرطان وتلف الكبد والعيوب الخلقية لدى الإنسان والحيوان، ما تزال هذه المواد غير محظورة بشكل رسمي في المملكة المتحدة، مما دفع 30 دولة أوروبية للمطالبة بذلك. موقع PFAS Free يقول إن أكثر من 4700 مادة كيميائية صناعية تستخدم في المنتجات اليومية كأدوات التنظيف وأدوات الطهي غير اللاصقة والملابس، ليس فقط مواد التجميل، التي رغم إمكانية استبدال مكوناتها بمواد أفضل لحماية صحة الإنسان مثل PTFE الذي استعملتها وكالة ناسا في صناعة بدلات الفضاء والدروع الحرارية، ما تزال عديد الأطراف تصر على استعمالها دون غيرها.